الثانية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت غرينتش. مصر، مأزق الإخوان بين تراجع الشعبية وتآكل الشرعية. تواجه جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد 30 من يونيو مأزقا مركبا، فشعبية الجماعة سجلت تراجعا ملحوظا، وخلال الأيام الأخيرة تواجه مسيرات أعضاء الجماعة ومؤيدي الرئيس السابق تواجه برفض شعبي في الأحياء التي تمر بها. وعلى المستوى التنظيمي، أعلن عدد من شباب الجماعة رفضهم لسياسات قادتهم، ووصل بهم الأمر إلى حد المطالبة بتنحية المرشد العام للجماعة محمد بديع. يأتي هذا فيما تخلت القوى الدولية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعم الجماعة والرئيس السابق، وعبرت عن قبولها للتغيير الثوري الذي شهدته مصر في 3 يوليو وما ترتب عليه من نتائج. مأزق الإخوان المسلمين في مصر بين شعبية تتراجع وشرعية تتآكل هو موضوع حلقتنا من حوار الليلة على سكاي نيوز عربية. نرحب بضيوفنا في حوار الليلة. معنا في القاهرة الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ سامح عيد، ومعنا أيضا عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ الأستاذ مصطفى الجندي. بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. وقبل أن نبدأ النقاش، هذا موجز من الأنباء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حوار الليلة بعنوان مصر، مأزق الإخوان بين تراجع الشعبية وتآكل الشرعية. أرحب مرة أخرى بضيفي معنا هنا في القاهرة، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ سامح عيد، وأيضا عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ الأستاذ مصطفى الجندي. بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بالضيفين وكل عام وأنتم بخير. أستاذ مصطفى، سأبدأ معك. أنت يعني عدت للتو من ميدان التحرير، هناك الأجواء حاشدة على ما يبدو، أيضا في ميادين أخرى هناك تجمعات كبيرة، التجمع المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان أطلق على هذه الجمعة جمعة كسر الانقلاب، الأسبوع الماضي كانت جمعة الزحف على القاهرة. إلى متى برأيك ستستمر هذه التجمعات المناهضة للوضع القائم اليوم، وهل يمكن أن تأتي بنتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا إحنا قعدنا في الميدان سنة، لأن توما الرئيس مرسي جه بعديها بأشهر قليلة خرج علينا بالإعلان الدستوري المقسم لهذه البلد، خرجوا علينا بمحاصرة المحكمة الدستورية بالسلاح عشان يصدروا دستور باطل، فبالتالي احنا كنا موجودين لمدة سنة، هما لسه ما بقى لهمش شهر يعني. فالشارع مفتوح للجميع طالما في السلمية، طالما انا راجل بطلع بعبر عن رأيي بسلمية، ولكن لما اكون محتل شارع وبقفل طرق بالسلاح وبتهديد سلاح، هنا يتحول الامر، وده اللي بيبين ليه شعبيتهم بتنزل، لان الشعب المصري ما بيقبلش ده. لو احنا كنا عملنا دوت ايام اعتصاماتنا كان الشعب المصري ما نزلش معانا، ولكن احنا احترمنا الشعب، وحتى لما رحنا بالملايين قدام قصر الاتحادية ما اقتحمناش قصر الاتحادية وكنا ممكن نخش، ولكن اعتصمنا في الخارج، ولكن تاني يوم جم بالسلاح وقتلوا الولاد وحرقوا الخيام. كل ده تراكميا الشعب المصري شاله، وبالذات ان الشعب المصري لما انتخب الناس دي انتخبهم على دين، انتخبهم على خلق، انتخبهم على معاملات، انتخبهم على حسن ظن. فخلال السنة رأى أن لا يوجد معاملات، لا يوجد وفاء بالوعد، لا يوجد حتى رغبة في التصالح، ولكن عداوة دائما للآخر، لف ودوران على مدار الخط، قتل الشباب، اغتصاب الشباب، عمل مجموعات لاغتصاب السيدات أو التحرش بالسيدات في التجمعات، محاولة منهم أن يمنعوا السيدات من نزول. كل ده أدى في الآخر، هم يعني بيتهموكم بالعكس، أنه عمليات التحرش والأمور هذه موجودة في ميدان التحرير، وحطوا فيديوهات على الإنترنت تظهر. أقول لحضرتك حاجة، أيام ثورة 25 والإخوان كانوا ويانا في الميدان، وحصل
تحرشات لما يبقى في مليون بني آدم ويبقى مبارك بيبعت ناس عشان تتحرش ويتصوروا وتطلع برة إن الميدان بايظ. ده حصل أيام الثورة والإخوان موجودة والإخوان عملوا نفس الشيء بعد كده لما هم كانوا في السلطة. فبالتالي هو النظام معروف، لأن لما بيجي تحرش، لو هنقول التحرش العادي اللي ولد بيتحرش ببنت، مش 20 واحد عاملين حلقتين وبيصوروا فيديو واحد بس اللي بيتحرش، لا دي منظمة. وعشان كده سيدات مصر نزلت بالسكاكين في لحظة معينة وقالوا احنا هندافع عن نفسنا. وبالمناسبة ليه الإخوان عملوا كده؟ الإخوان عملوا كده لأن الثورة، الموجة التانية من الثورة، هي ثورة الأمهات. الأم اللي خافت على أولادها لما لقيت جيكا اتقتل وهو منتخب مرسي، ولقيت محمد الجندي اتقتل وهو انتخب مرسي، الأم نزلت قالت الراجل ده هيفرق أولادي. والأم لما تنزل بتكون فيها عصب وبتكون فيها تصميم أكتر من 100 راجل. وأنا قلتها له، قلتها لمرسي لما قابلته، أنا نائب رئيس البرلمان الأفريقي حتى يومنا هذا، لأن البرلمان الأفريقي رفض أنه يعمل انتخابات على مقعدي حتى نعود إلى البرلمان الأفريقي، والتقيت به في أديس أبابا وقلت له عرشك لسه على دخان. الأم نزلت، ولو الأم نزلت محدش هيقدر عليها. طيب أستاذ سامح مرحبا بك بداية. يعني هذه الحشود التي الموجودة في رابعة وفي أماكن أخرى اليوم خرجت في عدد من الميادين، ليس فقط في القاهرة بل في مناطق أخرى من البلاد، تطالب بإعادة الرئيس السابق. هذه المطالب المرفوعة في هذه الحشود، برأيك إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحشود بهذا الزخم، وهل يمكن أن تؤتي يعني ثمار في نهاية المطاف؟ هو نقدر نقول ان الجماعه حاليا مصابه بمرض نفسي تقدر تقول عليه اسمه النرجسيه الجماعيه. هي زي ما في نرجسيه فرديه حب الذات وما شابه ذلك، في فكره النرجسيه الجماعيه، واخطر انواع النرجسيه الجماعيه هي اللي مرتبطه برابطه دينيه، يعني مصبغه بشكل ديني، فتكون اشد واكثر قوه واكثر عنفا. هو مشكله الاخوان ان هم لأول مرة، يعني التجربة الحالية ليست مشابهة لتجربة 54 ولا 65 ولا التجربة 48 السابقة، هي تجربة جديدة بالمرة لأنهم وصلوا السلطة. فمن أول 87 دخولهم 84 دخولهم الانتخابات رفعوا شعار الإسلام والحل وسيبقى الإسلام والحل، إلى أن وصلوا إلى السلطة بمشروع بما يسمى الإسلام والحل، ما يسمى مشروع النهضة. كانوا دائما يدعوا أن التجربة الاشتراكية فشلت والتجربة الرأسمالية فشلت وأن لنا أن نجرب الإسلام، وطبعا ده تصحيح للفكره وان مفيش حاجه اسمها الاسلام كمشروع مستقل، وفي النهايه انت هتطبق اقتصاد حر، هتطبق عداله اجتماعيه وتتجر يسار قرينه، مفيش مشروع مستقل اسمه الاسلام. فوجئوا في المرحله الراهنه بعد سنه من الحكم انهيار المشروع الفكري اللي هي فكره الاسلام والحل، او ان احنا طبقنا الشركات طبقنا الراسماليه وهنطبق الاسلام، انهيار الاخلاق، المشروع الاخلاقي اللي بيدعوا ليه اللي هو المشروع الدعوي، كذب صريح بلا خجل، الشباب عملوا إخوان كاذبون وفضحوا الكذب مع ثورة إعلامية، ثورة الفيسبوك، بدأ يظهر الكذب الصريح، القول والقول المضاد، القول والقول المضاد، الوعد وخلف الوعد، القسم ونكس القسم ونكس اليمين. فبدأ انهيار المشروع الأخلاقي وانهيار المشروع الفكري، أصبح وممارسة القتل في الاتحادية ومن أول يوم الحساب في أول محاصرة مجلس الشعب، لما نزلنا لمجلس الشعب حصروا مجلس الشعب من بداية الحكم، الناس كانت تنزل للتظاهر ضد المجلس العسكري، هم يقفوا مع المجلس العسكري في خيانة واضحة لأهداف الثورة. بدأ القتل في بورسعيد والاتحادية وغيرها من الأحداث، فارتكبوا القتل، ارتكبوا انهيار إخلاقي، انهيار المشروع الفكري، فأصبحت الجماعة انتهت على حافة الهوية. ولذلك المشروع الفكري إخوان المسلمين انتهى، لأن دايما أي جماعة فكرية لها بداية ولا نهاية. الجماعة الفاشية التي أنشأها حسن البنا انتهت بمحمد بديع ومحمد مرسي. كثير من الإخوان يقولون إن هم انحرفوا عن منهج حسن البنا، لا، منهج حسن البنا كان منهج فاشي ومنهج إقصائي، إن هو اللي دعا على فكرة الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية وأستاذية العالم، وهذه الفكرة ضد الدولة المدنية الحديثة، لأنك تدعي إلى دولة إسلامية وخلافة إسلامية هو لم يعرض مضمونها. ماشي، بس يعني بغض النظر عن رأيي ورأيك في الموضوع، هناك قواعد شعبية تؤيد هذا التوجه. لا يتعدى 0.5%، لأن أصبح في حصار مجتمعي غير عادي، للأسف الشديد أنا أعرف ناس بدأوا يحلقوا اللحى خوفا من المجتمع، يعني هم في ايام حسني مبارك حلقوا اللحى خوفا من امن الدوله، يعني ايام حسني مبارك حلقوا لحاهم وخلعوا النقاب خوفا من امن الدوله. طيب حاليا يحلقون اللحى ويخلعون النقاب خوفا من المجتمع، ودي هذه مصيبه. طيب استاذ مصطفى، الان هناك تيار كان في السلطه لفتره طويله، لمده سنه هذا الرئيس كان موجود في السلطه، الان هذا التيار وجد نفسه مهمش
وجد نفسه مستثنى من العملية السياسية، وجد قياداته في الاعتقال، وجد وسائل إعلامه مغلقة، وجد نفسه خارج ما يجري اليوم على الساحة السياسية في مصر. ما الذي تتوقع منه؟ أتوقع منه ما يحدث الآن، وأتوقع أكثر من ذلك، لأنه هو يرى أن هذه هي نهاية هذا التنظيم الدولي. خلينا نقول ما نسموهوش تيار، لأن في فرق بين التيار الديني اللي هما مجموعات السلفية أو مجموعات الصوفية أو المجموعات اللي هي الـ 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 القرآن الكريم، متدينة مستقلة، يعني شغلها الشاغل بيبحث دائما داخله على الحلول، المجموعة دي موجودة. ولكن هناك تنظيم دولي اسمه تنظيم الإخوان المسلمين، وده اللي لازم نحط إيدنا كويس عليه. هذا التنظيم الدولي هو الذي سقط وليس التيار الديني. لأن مصر، أقول لحضرتك حاجة، لما حضرتك يبقى عندك حتة ألمازة وعايز تكشف عليها تروح بلجيكا أو هولندا، لما يكون عندك دين تيجي مصر تكشف عليه في مصر، لأن البلد دي تخصص دين من قبل الأنبياء، إحنا بنبحث عن الله من آلاف السنين. سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، آل بيت سيدنا رسول الله، كل ده حدنا هنا في البلد دي. فمحدش هيقدر ينصب علينا باسم الدين. الناس دي انتخبناها لان احنا بنحب الدين، بنحب الدين من ايام كهنة معبد ابون واحنا بنحب الدين. لكن في خلال سنة اكتشفنا ان هم ملهمش دخل بالدين، ان ملهمش دخل ولا من قريب ولا بعيد بالدين. وانت بتكسي الاخر، والدين دعوة، ده انت شغلتك يا راجل في الدين الاسلامي الدعوة، لان ليس هناك نبي بعد نبي، فانت فين من ده؟ وبعدين نقطة تانية على الخلافة برضو مهمة. لا بس خليني اعود لنقطة الاقصاء، انت يعني الخلاف تقصي الاخر، الان هناك اقصاء معاكس، لا البعض يقول، لا مش مظبوط، اقصاء هذا لا ده مش اقصاء، يجب حل التنظيم الدولي كويس لجماعة الإخوان المسلمين، ويجب على الإخوة السلفيين المحترمين، ولاد خالتي ولاد عمتي ولاد أخويا ولاد أختي اللي موجودين وسطينا، إن هم طول عمرهم بيقولوا على الإخوان منافقين، طول عمرهم بيقولوا على الإخوان بتستخدم الدين للوصول للسياسة، أنا الأوان إن أنتوا ترجعوا وسطينا. طيب. نصيبكم موجود، لأن في أي مجتمع في العالم، في أي مجتمع، في أي برلمان في العالم، هتلاقي فيه نسبة للدين موجودة داخل هذا البرلمان، في انجلترا، في فرنسا، في اسرائيل، في اي بلد هتلاقي هذه النسبة موجودة. فبالتالي هم موجودين، احنا مش عايزين نقول اقصاء، ولكن يجب التعامل مع هذا التنظيم الدولي اللي وصل بينا، ان يجي غريب يقتل مصري من اي جنسية وهو تبع التنظيم الدولي، هذا امر مرفوض تماما. وبالمناسبة عشان نبقى عادلين، نفس الشيء بالنسبة لإخواتنا المصريين اللي بيجاهدوا في سوريا أو في البلاد الأخرى، يرجعوا بلدهم، السوريين قادرين على بلدهم. أنا لا عايز سوري يجاهد في مصر ولا مصري يجاهد في سوريا، أنا عايز كل واحد يقعد في بلده ونتلم كوحدة طبعا واحدة. هو من وجهة من منطلق معتقداته، يعني هذا الكلام، ما هي دي المصيبة، يبرر لنفسه هذا الفعل، ما هي دي المصيبة. طيب. إن المعتقدات دي جاية من بعض الشخصيات اللي ما بتموتش، اللي واقف على المنصات، اللي بتبعت ولاد تموت، لكن لهم ولا عيالهم بيموتوا، هم وبييجوا يستخبوا وسط ولاد عمي ولاد خالي اللي انت بتتكلم عليهم بقى، اللي بيحبوا الدين ومعتقدوا الدين، ويقعد يشحنوا ان هو يطلع يقتل اخوه باسم الدين. طيب الان لدينا استاذ سامح تيار اساسي في هذا المجتمع، شئنا ما بين حبيناهم او ما حبيناهم، هناك تيار اساسي له قاعدة شعبية صوتت له في الانتخابات البرلمانية، في انتخابات الرئاسة، موجودين. الان كيف نتعامل مع هذا التيار بعد 30 يونيو؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، هل تمضي العملية السياسية وتدور العجلة بدون وجود هؤلاء، أم هناك طريقة ما لدمج هؤلاء مرة أخرى في الحياة السياسية المصرية وفي المجتمع المصري بشكل عام؟ المجتمع المصري متدين، والمجتمع المصري مسلم، وكله يحب الدين قبل حسن البنا وبعد انتهاء جماعة الإخوان المسلمين، سيظل المجتمع المصري مسلما متدينا بحاله. للأسف الشديد الإخوان جعلوا من التنظيم صنم، يعني هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لقريش أنتوا بتعبدوا الأصنام بدون الله، كان يقول احنا ما بنعبدهاش ولكنها تقربنا من الله زلفى. للأسف الشديد الإخوان عملوا التنظيم صنم بيعبدوه من دون الله، ولما بيقولوا أنتوا بتعبدوا التنظيم يقول لك لا احنا بيقربنا إلى الله زلفى، لأن هم شايفين الجماعة هي اللي هتحقق الدين، ودي مشكلة كبيرة. ولذلك لا تصالح مع التنظيم زي ما قال الأستاذ مصطفى، ولكن في تصالح مع الأفراد.
الافراد اللي افراد الاخوان المسلمين هم ناس متدينين مخلصين بطبعهم، عليهم ان يندمجوا في المجتمع الشرعي، يشاركوا بقى في التيار المصري، يروحوا اي حزب سياسي علني، انما تنظيم سري تاني ده ضد الدوله المدنيه. النقطه الثانيه، ما فيش حاجه اسمها احزاب على اساس دين، لان هذا اتجار بالدين. ان مفيش حاجه اسمها هنطبق الاسلام وتيجي تقول لي الاسلام فشل، الاسلام لن يفشل، الاسلام قائم، ولكن الممارسات السياسيه والافراد الذين يمارسون السياسه يفشلون او ينجحون. فلا بد ان تمارس السياسه من منطلق سياسي مش من منطلق ديني، لان هذا اتجار بالدين، لانك لو فشلت هيبقى الدين فشل، الدين لن يفشل، الاسلام باقي وممتد. فما ما تعملش حزب وتقول انا بطبق الدين او جاي عشان اقول الاسلام الحل او انا طير اسلامي. دي هذه الفكره مرفوضه، لان كل الاحزاب في مصر اسلاميه. أستاذ مصطفى، الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان كان له تصريح اليوم، أود أن أقتبس منه قليلا. يقول إن الشعب المصري لن يثق أن يقف في طابور الانتخابات مرة أخرى بعد أن وجد الدبابات تطيح بالديمقراطية وبالأصوات. هل بالفعل هذا هو الشعور لدى المصري العادي اليوم، إنه أنا أدليت بصوتي لشخص معين وبعد سنة جاء وانقلب الحال ولم يعد الرئيس الذي انتخبته رئيسا؟ أنا لا أظن ذلك، ودليلي هيكون إن كام في المية من المصريين نزلوا على دستورهم الباطل. الشعب المصري مش هينزل من بيته إلا على عملية حقيقية. لما شاف إن الدستور ده باطل نزل كام؟ 15% من المصريين. الشورى والشعب؟ لا، الدستور الأخير اللي هم بيقولوا ده دستورنا. شعب مصر يا جماعة لازم نفهم إن إحنا شعب عمره 7000 سنة، حتى لو ما بيعرفش يقرأ ويكتب عنده تراكميا حضارة تجعله قادر على الحس والإحساس بمن هو صادق ومن هو كاذب. عشان كده احنا شعب الدين عندنا مهم والجيش عندنا مهم قوي. العجلة الحربية والمعبد ابتدوا مصر. العجلة الحربية وحدت مصر وخلقت مصر وعملت مصر سياسيا، طبعا الخلق ربنا، ولكن هي اللي عملت وحدت. بعد كده محمد علي وعرابي. الجيش شيء مهم جدا في هذه التركيبة، زي ما الدين شيء مهم جدا في هذه التركيبة. ولكن لما ثورة 25 قامت قالت لهم مع حبي وتقديري ليكم أنا الشعب عايز أحكم مرة بقى من 5000 سنة. وبالتالي الشعب لن يقبل لا بحكم ديني تحت شعار دين، زي ما أستاذنا قال إحنا بنحب ربنا قبل ما يعرفوا غيرنا، وبنحب الأنبياء وجوم عندنا وربنا تجلى عندنا، فإحنا محدش يكلمنا في الدين ولا يزايد علينا في الدين خالص، لا إخوان مسلمين ولا سلفيين ولا سعوديين ولا أمريكانيين. إحنا ربنا اختارنا عشان نبقى وعاء يأتي إليه الأديان وتأتي إليه الأنبياء. فبالتالي دي جزئية مهمة جدا. الناس دي لما بيتكلموا عن إن هي حرب مع الدين، هي محاولة لحشد العالم وليس مصر. لما بيقولوا إن إحنا بنقول إحنا مش عايزين سوريين ولا فلسطينيين في مصر، إزاي دي مصر مخلوقة عشان اللي عنده مشكلة يهرب ويجيها من أيام سيدنا إبراهيم ومن أيام سيدنا المسيح ومن أيام قلب سيدنا رسول الله وآخرهم شاه إيران. فإحنا بنقول يجي، لكن بنقول ما ينزلش الشارع طبقا للتنظيم وتعليماته يقتل المصريين. نعم. طيب أستاذ سامح، قبل أن نختتم هذا الجزء أود أن أسأل، يعني في المقدمة هذا البرنامج طرحنا سؤال، هل هناك بالفعل شعبية تتآكل لدى الإخوان؟ هل بدأ التنظيم أو الجماعة يخسروا بعض من القواعد الشعبية التقليدية التي كانوا يتمتعون بها؟ قبل قليل كنا نتفرج على الصور الواردة من رابعة العدوية، الميدان ممتلئ. يعني البعض يقول بالعكس، هذا ما حصل بعد 30 يونيو زاد من تصميم وأسرار مؤيدي هذه الجماعة. ما رأيك أنت؟ شعبية الإخوان ليست كبيرة كما يظن البعض. شعبيتهم الحقيقية 5 مليون اللي خدهم مرسي في الانتخابات الأولى، اللي هم 20%. أنا أظن أن 5 مليون دول اللي واقعي الإخوان بأسرهم لا يتعدوا ل 200,000. 5 مليون فوق 200,000 دول ناس من الناس اللي قدت الناس بتوع ربنا. طب نجربوا الناس الإسلاميين، نجربوا أظن 5 مليون دول تقلص منهم 4 مليون. يعني كحد أدنى يعني.
فاصبح الاخوان مقصورين على انفسهم. حتى التيار السلفي ابتعد عن المشهد السياسي، بعض التيارات الاسلاميه الاخرى ابتعدت عن المشهد السياسي. بالعكس هم قالوا ان دول اساءوا للدين، يعني هم الناس الملتحين السلفيين قال لك دول هم دورتونا، دلوقتي احنا بنمشي ناس بتشتمنا في الشوارع رغم ان احنا مش ايه مش اخوان. فاحسوا ان مرسي وجماعه الاخوان المسلمين اضرت بمظهر المتدينين او من يطبقون السنه او يلتحون او يتنقبون، فيشعرون انهم اضروا بالفكره الاسلاميه والحركه الاسلاميه. البعض المتضامنين مش متضامنين مع مرسي حبا في مرسي، ولكن خوفا بما يسمى في ذهنهم المشروع الاسلامي انه انتهى. وهو انا استطيع ان اؤكد الاسلام باقي، ولكن الاتجار بالدين هو اللي انتهى. الاسلام باقي في مصر وسيبقى في مصر، ولكن الاتجار بالدين قد انتهى في مصر الى الابد، ولن تعود احزاب على اساس ديني ولكن احزاب مدنيه. اهلا بالمتدينين، اهلا بالاخوان المسلمين يشتغلوا في السياسه على احزاب مدنيه تحترم الدوله الحديثه وتدي تحيه للعلم، مش ما تديش تحيه للعلم. لا قبول بتطيرات تتلاعب بالدين وتتاجر بالدين في مصر. طيب استاذ سامح واستاذ مصطفى، سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لنطرح التساؤل: ما هي الخيارات الان المتاحه امام هذا التنظيم بعد التغييرات التي حدثت بعد 30 من يونيو؟ تراجع في الشعبية وتراجع في الدعم الخارجي الذي كان يتمتع به التنظيم. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار من سكاي نيوز عربية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في حوار الليلة من القاهرة، نتحدث عن الإخوان المسلمين في مصر بين شعبية تتراجع وشرعية تتأكل. أرحب مرة أخرى بضيفي، معنا الأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ومعنا الأستاذ مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ. أستاذ مصطفى، طرحنا قبل الفاصل السؤال حول الخيارات المتاحة أمام هذه الجماعة الآن. جماعة كانت في السلطة، كان لديها رئيس، كان لديها دعم شعبي، الآن بحسب ما تفضلت الشعبية تتراجع إلى حد ما، هناك أيضا دعم دولي كانت تحظى به على ما يبدو لم يعد موجودا. كان السيد بيرنز موجود في القاهرة قبل يومين، سمعنا ما قاله، وأيضا السيدة أشتون. يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع الأمر الواقع وكأنه يعني حقيقة قائمة. ما هي الخيارات الآن الموجودة أمام هذا التنظيم للتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة؟ إنهم يتقبلوا الحقيقة ويعيشوا الحقيقة القائمة، ويعيشوا ويعترفوا إن الشعب المصري نزل أكثر من 25 مليون بني آدم إلى الشارع بدون تنظيم، رغبة شعبية جارفة، بيطالب بأمر ديمقراطي 100%، وكان لازم هو يقبل به، وهو انتخابات رئاسية مبكرة. لأن في الديمقراطيات الانتخابات المبكرة أمر وارد وموجود، لأنه بيحل مشاكل ما يدفعش ثمنها الشعب. حينما تأتي الانتخابات بما لا تشتهيه السفن فلا يستطيع تشكيل حكومة أو يشكل حكومة غير متناغمة، لازم أعمل انتخابات مبكرة عشان الشعب ما يدفعش الثمن. فاللي كان مطلوب كان أمر شرعي، والناس كانت نازلة لأمر شرعي، ولكن رغبتهم في الـ 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 التمكين و ورفض الواقع أدت بيهم إلى زي مبارك بالضبط، إن هو يتشبث وسقف الشارع يعلى. أنت لو كنت رئيس منتخب ب 51% وثار عليك الشعب، هل تقبل بما يقوله هؤلاء أم تقول لهم انتظروا للانتخابات القادمة واختاروا غيري؟ هذا ما يقوله الإخوان. أنا لو طلع 25 مليون، لو طلع 10 مليون، لو طلع 5 مليون في الشارع بيقولوا عايزين انتخابات مبكرة، لازم أعمل انتخابات مبكرة. وخاصة لو أنا راجل قاعد وحاسس إن في بحر دم ممكن يكون موجود زي اللي احنا شايفين بشاير منه، أشياء تأتي، دماء تسيل، لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية دم مواطن أنا حالف يمين إن أنا حافظ عليه. مسؤولية كبيرة. أنا يا إما داخل من أجل هذا البلد وليس من أجل نفسي أو تنظيم، هنا هيبقى تفكيري مختلف. محمد مرسي مش هو اللي بيفكر، اللي بيفكر التنظيم الدولي، اللي بيفكر له مكتب الإرشاد، اللي بيديله الأوامر مكتب الإرشاد، وبالتالي القرار لم يكن قراره من قبل ولا في الوقت اللي هو كان لازم ياخد فيه قرار. وأكتر من مرة القوات المسلحة قالت إنها تحدثت معاه وقالوا له إن التقارير اللي موجودة بتؤيد إن هناك رغبة شعبية جارفة لعمل هذه، وقد تحول البلاد إلى حرب أهلية. لما أنا أكون
رئيس جمهورية وسينة مولعة تحتي وولادي بيموتوا وبيتقتلوا هم على الفطار ولا أتحرك وحافظ على أرواح المجرم ولا أسلمه. ولما وقف عملية حربية موجودة في سينا عشان أنا بقيت القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما أنا أكون قاعد وعامل على الهوى حديث يختص بالنيل والأمن القومي المصري وزيعه على الهوى وفي تدخل وشخصيات قاعدة بتقول نبعت صواريخ ونهد السد ونعمل حرب ونبعت نعمل قلاقل، ده هذا الرجل وهذا التنظيم ما كانش يهمه الأمن القومي المصري ولا في ثانية. وبالتالي كان واجب على الشعب وواجب على الجيش إنه يساند الشعب. إشمعنا الإخوان ما زعلوش من الجيش لما الجيش طلع وساندنا ضد مبارك؟ على ذكر الجيش خلينا أشوف أو أقول لك شو اللي قاله اليوم الدكتور أحمد عارف أيضا المتحدث باسم جماعة الإخوان. أستاذ سامح يقول الجيش ملك لجميع المصريين، لا يمكن أن يكون أداة لفصيل سياسي على حساب آخر أو يوزع أعلام على متظاهرين مقابل الاقتراب مع روحياته من رؤوس آخرين في أماكن أخرى. هل بالفعل الجيش انحاز لفصيل من المصريين دون الآخر؟ الجيش انحاز الوطنية المصرية، لأن هو السيناريوهات المطروحة عشان بس هم للأسف الشديد الإخوان بيتماهوا مع السيناريو السوري، والسيناريو السوري لن يتحقق في مصر لأن مصر ليست طائفية ولن يكون أبدا هناك حرب أهلية في مصر، ولكن احنا نتكلم عن 0.5% والشعب المصري ضده بخلاف النظام العلوي انه في 5 مليون علويين والباقيين سنه، ففي طائفه هي في سوريا تقبل الصراع الطائفي، ولكن مصر ليست طائفيه. انت بتتكلم عن 0.5% جوه العائلات، كل عائله فيها واحد اخوان او 2 اخوان والباقي مصريين عاديين. فالسيناريو السوري مستبعد، قدامهم طريقين، سيناريو الجزائر وسيناريو تركيا. السيناريو الجزائر انهم دخلوا في حرب مع المجتمع وبرضه لن يستطيعوا ان يحققوا السيناريو الجزائري، مات فيه 250,000 السيناريو الجزائري على فكره. لو طبقوا السيناريو الجزائري هيموت واخذت البلاد 10 سنين حتى طلعت وهيموت 10,000 اخواني وهيخش 10,000 سجن وانتهى الاخوان المسلمين الى الابد، افرادهم حتى مش الاخوان، التنظيم هينتهي قريب خلاص انتهى، ولكن الافراد نفسهم هينتهوا. ان السيناريو التركي ما اختلفنا مع اردوغان، بس اردوغان لما كان مع اربكان في حزب الرفاه وبرضه اربكان حب ياخد تركيا لهويه اخرى صدر ضده حكم واتسجن واتمنع من ممارسه السياسه. اردوغان ايه قال؟ خلاص انتهينا، راح عامل حزب ساب حزب الرفاه وعمل مراجعات فكرية حقيقية وشارك في السياسة مرة أخرى وتفاعل مع المجتمع وبقى جزء من المجتمع، مفيش تنظيم سري. فالإخوان أفراد الإخوان عليهم أن يدركوا الواقع، وهم مدركين الواقع، هم عارفين أن مرسي مش راجع. أنا حتى بناقشهم كتير يعني، قلت لهم على فكرة هو مرسي مش راجع، بس قلت لهم عودة مرسي ده أسوأ سيناريو لكم، أنتوا مش هتخشوا السجن، أنتوا هتقتلوا في الشوارع. أي محافظ هيقدر يدخل محافظته، ولا أي وكيل وزارة إخوان هيقدر يدخل مؤسسته، ولا إزاي رئيس الجمهورية هيحكم، ولا إزاي أي وزير هيمشي في مصر، مستحيل. قلت لهم عود موسى ده أسوأ سيناريو الإخوان، مش هتخشوا السجن، انت هتقتلوا في الشوارع، ولكن انه لن يعود. ففكروا في استراتيجية المستقبل، قدامكم السيناريوهين دول للأسف الشديد. هل هناك برأيك تفكير داخلي يدور بهذا الإطار داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ للأسف ما هي الشديد. الخيارات المتاحة أمامنا، ما هو الأفضل بالنسبة لنا في المرحلة القادمة حسب معلوماتك؟ هل هناك مثل هذا النقاش؟ للأسف الشديد خيرت الشاطر بيتعامل مع الجماعة، هو كان بيتاجر في الفوركس، فهو بيقامر بالجماعة زي ما كان بيقامر في الفوركس. الفوركس يوم فوق والتاني يوم تثبت في 60 تاعي، سوق المال تثبت في 60 تاعي. فهو بيتعامل مع الإخوان، مش عايز نقولك ان هم دلوقتي داخلين عشان يموتوا هم نفسهم يموتلهم 10,000 بلاش 10,000 ألف واحد، ويصوروهم بقى أطفال ونساء وكلام من ده، ويصنعوا المظلومية، لأن عندهم هم عاشوا كضحية فترة طويلة وتعايشوا مع فكرة الضحية وتعاطوا في الشعب المصري. هما للأسف الشديد فكرة النرجسية الجماعية اللي أنا بقولها دي، إن هو الواحد بيحب واحدة وبعدين هي كرهته وسابته لأخلاقه السيئة والاستعلاء وتكبره. هو كنرجسي رافض الواقع، مش قادر يبص الحقيقة، ده يقولك ده أمها ضغطت عليها، ده أبوها ضغط عليها. نفس الموضوع الإخوان ونرجسيتهم الجماعية مش قادرين يتخيلوا إن الحبيب أو الشعب المصري اللي كان بيتعامل معهم كالضحية وبيتعاطف معهم بشكل أو بآخر، إن الشعب المصري كرههم لأنهم تنكروا لهذا الدين أو لأخلاق الدين، ومارسوا القتل ومارسوا التعدي على الجيش المصري، وعلقوا ضابط على عمود، وأمين شرطة ضربوه بالسكاكين، وقتلوا ناس وعذبوا ناس، وتحالفوا مع العنف بتاع عصام عبد المجيد سنسحقهم إن رأيت الروس قد أينعت وحان وقت خطفها. يعني حتى عصام عبد المجيد لما حب يجيب صورة من التاريخ الإسلامي ما جابش عمر عبد العزيز، ما جابش عمر الخطاب العدل، جاب الحجاج بن يوسف الثقفي،
القتل والاستبداد والدمار. طيب. في الصوره اللي في التاريخ الاسلامي اللي عارف عصام عبد المجيد يجيبها من التاريخ الاسلامي. طيب. تحالفوا مع العنف. استاذ مصطفى، الان هناك عمليه سياسيه تسير، يعني تم هناك رئيس مؤقت، هناك اعلان دستوري مؤقت، هناك حكومه الان حكومه للفتره الانتقاليه. مجله الايكونومست نشرت تحقيق عن الوضع في مصر، تقول فيه ان الجيش والمدنيين الذين عينهم عازمون على وضع مصر من جديد على طريق الدولة المدنية دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين. هل هناك اليوم قرار اتخذ في السلطة الحاكمة في مصر اليوم بعدم إشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية؟ أنا لا أظن إن في قرار باستبعاد أشخاص، ولكن أنا على ما أظن إن مصر كلها أخذت قرار إن ما فيش تنظيم دولي هيبقى يحكم في مصر، ولا حاجة اسمها إخوان مسلمين ليها فروع في الخارج، ده أكيد. لكن إن السلفيين أو كده لا يشاركوا، لا أظن، لأن هناك من السلف ومن شيوخ السلفيين اللي ساندوا يوم 30، ولكن تحفظوا على 30. الحكومة وتحفظوا على العملية الانتقالية، تحفظوا على الحكومة والعملية الانتقالية، لأن ما كانش فيه، وده حقيقة، الاتصال المناسب. وحصل ذعر عندهم فجريوا على الإخوان إن خلاص إحنا مش، لا، أنت هتبقى موجود لأنك موجود في المجتمع، لأنك لم تشترك في قتل المصريين في الاتحادية يا سلفي اللي قتلهم تنظيم الإخوان، لم تشترك. مش أنت تنظيم مستفي، مش تنظيم برضه يا فندم، مش تنظيم ده أكتر من جهة. يا فندم أنا جوه عائلتي تنظيم عقودي هرمي بقى في سلفيين، لكن أنا ما عنديش حد إخواني. وللأسف الشديد الإخوان بيفكروني بأيام هتلر لما كان الأب ما يعرفش إن ولاده بيعملوا تقارير فيه. الإخوان أنت ممكن تقعد ما تعرفش إن ابنك في تنظيم الإخوان المسلمين، ابنك وما تعرفش إن هو في التنظيم سري، حتى عليك وعلى عيلتك وعلى أبوك سري. أنا عايزك أنت السلفي متشدد بس واضح مش كذاب، بالتالي أنا ما عنديش مشكلة. ولكن زي ما قلنا استخدام الدين تاني في السياسة الشعب المصري مش هيقبل بيه، مش جبهة إنقاذ ولا جيش، الشعب المصري هو صاحب الثورة. وكل الأجهزة في مصر أنا على ما أظن إن حصل ليها ريهابيليتيشن، حصل ليها إعادة تأهيل. الشعب المصري نفسه أعاد تأهيل نفسه، خرج من ذات نفسه، لخلى العالم كله ينظر إلى عظمة هذا الشعب في 25 وفي 30 وفي كل يوم بيطلع فيه. الشعب المصري لما يعيد تأهيل نفسه، بالتالي تم إعادة تأهيل الجيش، تم إعادة تأهيل الشرطة، لأنه دول من الشعب. أنا دخلت مع بعض الشباب امبارح، حصل خلاف ما بين بعض الشباب والشرطة، فدخلت مع الشباب لأن إحنا بنقول مش وقت أي خلافات، إحنا عايزين كلنا نكون متوحدين. فروحت لقيت إن الشرطة مخطئة، والمأمور ورئيس المباحث بيعتذروا للشاب المحامي اللي أخطأوا فيه، والشاب لقيته هيتنازل عن المحضر. فأنا قلت له لا، يبقى احنا كده رجعنا لما قبل 25، لازم تعمل المحضر، ولازم اللي أخطأ يجازى، ولازم زمايله يشوفوه وهو بيجازى، عشان اللي حصل ده ما يحصلش تاني. احنا عايزين علاقة سوية ما بين كل أفراد المجتمع، ما بين كل مؤسسات المجتمع. مشكلة مرسي وجماعة الإخوان إنه ما قدرش يبقى حكم ما بين السلطات، ما قدرش يوحد كل المجتمع ويكون على بعد واحد ما بينهم، فرق ما بينهم. هؤلاء أهلي وعشيرتي ولهم الأولوية، وهؤلاء ليسوا منا. لما يطلع قيادي في الإخوان المسلمين وهو نايم على سرير مرض يقول اللهم أمتني على الإخوان، هل تظن ان الشعب المصري، وهي كلمه بسيطه يمكن قالها وهو بيضحك، لكن الشعب المصري ما قبلهاش. وانا بقول لك كلمه صغيره جدا، ولكن تمس الذات الله، الشعب المصري ساعه ما قالها وهو بيهزر خسرتهم ملايين المصريين. طيب. المتدينين. استاذ سامح، الان لدينا عمليه سياسيه تسير بدون اي يعني مساهمه من تيار الاسلام السياسي، اخوان وغير اخوان. الآن حزب النور صحيح أيد ما جرى من تغيير، ولكن تحفظ على العملية السياسية وبقي يتفرج. أيضا أحزاب الدينية الأخرى أخذت نفس الموقف، مصر القوية نفس الموقف. الآن هناك عملية سياسية تسير بدون تيار إسلام سياسي اللي هو مكون رئيسي في المجتمع المصري، كيف يمكن لهذه العملية أن تستقيم بدون مشاركة من هذه الجهات؟ على فكرة قوة الثورية كانت متحفظة، يعني المسار بتاع 30 يونيو حصل عنه انحراف
قليل وخايفين يتباعد هذا الانحراف، ولذلك حتى القوى الثوريه المتحفظه لانها لم تمثل في الحكومه الحاليه فيها ثلاثه فلول وبعيده شويه عن العداله الاجتماعيه وفيها شويه تحفظات، ولكن كلنا بنمر الموضوع على سنها فتره ايه انتقاليه، ونحن في انتظار الدستور الايه الجديد الحقيقي والانتخابات الايه المقبله. فمش السلفيين بس المتحفظين، لا، كثير من القوى الثوريه وقوى اليسار متحفظه على مسار الحكومه الجديده ومترقبين. ولذلك واحنا بنعترض على الاخوان ونختلف معاهم، وناشد شباب الاخوان بقول لهم لو انتم شايفين ان التنظيم ده ما بتعبدوهوش ومش صنم تجاوزوه، خليكم متدينين مخلصين كده من غير التنظيم، اعملوا جمعيات اهليه وخشوا في احزاب ثانيه بشكل او باخر بعيد عن التنظيم. انما لو انتم لسه متخيلين ان الاسلام لن يستقيم بدون تنظيم فدي مشكله عقيديه، مشكله كبيره جدا لابد ان تتخلصوا منها، لان هذا انحراف عن الدين. لما يبقى متخيل ان هو لا دين بدون تنظيم دي مشكله كبيره جدا، فلابد ان نتخلوا عن ذلك. ولذلك برضو نحن نناشد برضو الحكومه الحاليه، وانا ضد، كنت اول امبارح في احد البرامج الفضائيه تحفظت انهم عايزين برضو يفضوا رابعه بالقوه او بعض الخبراء العسكريين وما شابه ذلك، بعض القوى المتطرفه عايز تفض رابعه بالقوه. لا، احنا مع لا، حتى في المجتمع المدني هناك جهات تدعو الى فض رابعه متطرفين، ولكن لا، انا ضد اهل رابعه نفسهم. اهل رابعه نفسهم بيتعذبوا. تمام، بس يا فندم التظاهر ده شارع، رابعه مش ميدان تحرير، رابعه مش ميدان، رابعه ده شارع بإشارة في بيوت في ناس عايشة. نبدأ التظاهر السلمي لابد أن نحافظ عليه. أيوة أنا معاك مليون في المئة، أنا مش ضدها. أنا مش ضد نهائي، بل بالعكس أنا ابتديت كلامي أن التظاهر السلمي حق للجميع. العنف مرفوض، إحنا عادنا سنة في الشارع. أنا مش ضد، ولكن أنا ضد أن أنا أكون في شارع وست مريضة تتفتش طالعة ونازلة، الراجل بيتفتش طالع ونازل، وانت عارف تفتشهم عامل ازاي. نتحفظ على التجاوزات، ولكن يعني نزل احترام التظاهر السلمي مطلوب. طيب ده مليون في المية. بص هقول لحضرتك حاجة، الثوري عمره ما يرضى بالغلط، لان المدينة لسه موجودة هنا ولا هنا. المدينة لسه موجودة ولا هنا، ومحتاجين الشارع لسه. بس ولكن في نقطة مهمة، في ان انا احترم الناس واحترم خصوصيات الناس واختار المكان اللي انا اكون واقف فيه. تمام. طيب سنتوقف مع فاصل أخير أستاذ مصطفى وأستاذ سامح، نعود بعده لأسأل السؤال بطريقة أخرى، كيف يمكن إشراك هذا التيار في الحياة السياسية في مصر؟ البعض يقول إن حشرهم في الزاوية سيزيد الأمر يعني سوءا، سيزيد من التطرف ربما استخدام العنف، وبالتالي كيف نتعامل مع هذه الشريحة الكبيرة من الحياة السياسية المصرية؟ فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، ابقوا معنا. نتابع الجزء الأخير من حوار الليلة حول مأزق الإخوان المسلمين في مصر بين شعبية تتراجع وشرعية تتآكل. أستاذ مصطفى، كان هناك الأسبوع الماضي اجتماع عقد في تركيا، نحن في سكاي نيوز تحدثنا كثيرا عن هذا الاجتماع للتنظيم العالمي أو الدولي للإخوان المسلمين. الإخوان في مصر نفوا أن يكون هذا الاجتماع عقد. هناك اليوم اعتراف من مراقب الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد لصحيفة الغد، يقول إن اجتماعا موسعا لقيادات إسلامية إخوانية وغيرها من العالم العربي والإسلامي التقت في مؤتمر نظمه حزب السعادة التركي لدعم مرسي. يعني هناك قيادات على مستوى عالي من في التنظيم اجتمعت في تركيا لتباحث هذا الوضع وكيفية الخروج من مأزق مصر. برأيك كيف يفكر الآن الإخوان فيما يتعلق بهذا المأزق، هذه الورطة التي تورطوا فيها بمصر؟ أولا طبعا الإخوان هنا نفوا، ومن أسباب سقوط الإخوان هنا الكذب. يعني على مدار عام كانوا دائما يكذبون كما يتنفسون، وبالتالي هم كذبوا هنا وبعد كام يوم طلع أنه كانوا فعلا مجتمعين. ودي مشكلتنا هنا، ومشكلة الفلسطيني، مشكلة السوري، مشكلة أي بني آدم بيؤمن بوطنه بس بالوطن، ان انا لن اقبل انه يكون هناك تنظيم دولي في اشخاص غير مصريين. ممكن يكون في مصريين، لكن اكيد ان في اكثر من غير مصري موجود قاعد بياخدوا القرار في بلدي، او بياخدوا القرار للسوري، او بياخدوا القرار للليبي، او بياخدوا القرار لاي انسان. احنا لينا خصوصيات. طيب ربنا قال وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. دعني اقاطعك هنا. الاحزاب النصريه، كل الدول العربيه فيها احزاب نصريه. تمام. من غير المصريين. تمام. ليش الاخوان يعني ممنوع يكون عندهم من غير المصريين اعضاء؟ لا ثانيه واحده، هل سمعت ان في حزب نصيري
في سوريا شال سلاح ضد المصريين في مصر؟ لا لا احنا متحدثش عن استخدام العنف. ما هو لا ما هو كده ما هي كده. هل عرفت ان في حزب نصيري اخذ من موازنته وده دوله تانية؟ الاخوان المسلمين وحده فكريه وحده تنظيميه. الاخوان المسلمين يعني فكر النصير وحده فكريه، ناس مؤمنه بفكره عبد الناصر عداله اجتماعيه، مش في تنظيم، مش في تنظيم مع مصطفى الجندي. يعني النصير السوري مش داخل في تنظيم مع مصطفى الجندي هنا او في مع عدل. يعني لا الفكره مش كده. في وحده فكريه مع افكار عداله اجتماعيه، عدم التدخل في الشؤون، انها مش وحده تنظيميه، مفيش تنظيم هرمي بيجمعهم. طيب خلينا نرجع للفكره اللي كنت تتحدث فيها عن اجتماع التنظيم العالمي. التنظيم العالمي حينما يجتمع ويقرر، انا اكيد متأكد ان التنظيم العالمي طالب مرسي في لحظة من اللحظات بعمل انتخابات مبكرة، لان اي عاقل في الدنيا هيقول كده، بالذات لو حطينا نفسنا مكان تنظيم دولي. ليه؟ لان راس الاخوان المسلمين في مصر لو سقطت في مصر سقطت حول العالم واحدة ورا التانية زي الدومنة كده لما تقع على بعض. فبالتالي التنظيم كله مهتم جدا انها لا تسقط في مصر، وان تبقى حتى وان لم تكن في الحكم، ولكن تبقى. وتبقى ازاي؟ بشعبيه وسط الناس. مصيبه الاخوان المسلمين زي ما الدكتور قال ان 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 كره المجتمع اصبحوا محظوره من الشعب. وهنا دي المشكله الحقيقيه للاخوان المسلمين. مشكله التنظيم العالمي هو ان الاخوان المسلمين في مصر لم يفكروا في التنظيم العالمي، ولكن فكروا في نفسهم وفي وضعهم وفي ملكهم، وبالتالي أدوا إلى انهيار، وأنا بقول انهيار هذا التنظيم في العالم أجمع بعد انهياره في مصر. إزاي هنقدر إن احنا نتعايش؟ ده أمر سهل جدا في مصر. ابعد التنظيم عني وانزل بسرعة في موضوع الدستور، لأنك أكتر واحد عارف ان الدستور هو اهم شيء في اللعبة السياسية لخمسين سنة جاية. كون موجود زي ما احنا كنا عايزين نبقى موجودين وانت بتعمل الدستور، ولكنك لفظتنا. انا بقول لك تعالى خد مكانك في الدستور، شارك في كتابة الدستور. اكيد في اوقات كثيرة ستلتقي وتتلاقى مع الثوار في مبادئ لا يختلف عليها سائر حق، فان كنت سائر حق ستجد الاغلبية داخله. وفي نفس الوقت في انتخابات جاية، لأن حضرتك بتقول الإخوان المسلمين أو التيار الديني له وزن كبير في السياسة المصرية. دي حقيقة من سنة، ولكن من سنة شفنا أن في النهاية اتحاد الطلاب راح منهم، شفنا نقابات بتروح منهم، شفنا دستور تقريباً كان النص بالنص. ممكن كمان شفنا يعني في كل الانتخابات التي أجريت في الفترة لو هم في جاءت لصالحه بالدستور والنيابة والرئاسة بس هذا كله يحدد في نهاية في المطاف 60. معلش أنا لما أخذ 60% 60% أو 70% في البرلمان، وبعدين أوصل ل 15% وفي أوقات 5% في خلال سنة. لا صحيح السياسة ما فيهاش فلان ده قوي طول الوقت، يعني هذا سنتركه للفترة الانتخابية القادمة. بالضبط بالضبط. فأنا بقول خش في الدستور، احشد نفسك وانزل الانتخابات، وهات في الانتخابات تحت إشراف، وأنا بعيد تحت إشراف دولي كامل، الانتخابات القادمة تحت إشراف الأمم المتحدة كامل، لأن الأمم المتحدة عندها موازنة للديمقراطيات الوليدة. كويس. أستاذ سامح، الأستاذ مصطفى تحدث عن انهيار التنظيم، هل نحن الآن بصدد مرحلة قادمة؟ مصر بدون الإخوان سيختفوا عن الساحة برأيك، أم أن هذه مسألة يعني مستبعدة إلى حد كبير؟ هل الجماعة ستعود إلى العمل كمنظمة أو كتنظيم محظور سري تحت الأرض وندخل في الدوامة هذه مرة أخرى، أم ماذا تحديدا؟ الإخوان انتهت في العالم، لأن مصر هي القلب النابض. انتهت في العالم؟ تمام، لأن مصر هي القلب النابض، وإذا مات القلب لن يضخ الدماء في الفروع. أي حزب حينزل باسم الإخوان المسلمين في أي دولة عربية سيسقط سقوطا مروعا. عشان بتوع الأردن أو بتوع لبنان أو بتوع أي إخوان في أي حتة، عشان أو بتوع المغرب، عشان ينجحوا في أي انتخابات قادمة في عالمهم أو في دولتهم، لابد أن يعلنوا تخليهم عن الفكر الإخواني في مصر، وإن هم ضد ما يفعله الإخوان في مصر. لو لم يتراجعوا عن هذا سيخسروا في دولتهم، لأن مصر هي القلب النابض للأمة العربية كلها. في نقطة مهمة جدا برضو، زي ما قلنا احنا ضد التنظيم، إن الأفراد علني أن يدخلوا في المجتمع مرة أخرى ويتعاملوا من المجتمع. وبعدين في فكرة إسلامية جديدة طرحت منذ 10 سنوات،
وهي فكرة إسلامية تصالحية، تصالحية مع الاشتراكية، تصالحية مع العلمانية الجزئية بشكلها الجزئي، تصالحية مع الليبرالية، ولا ترى أنها ضد ذلك، ولكنها معمل مصلحة. من يمثلها هذه الفكرة؟ طه علواني في، لا على الصعيد السياسي، ما على لا ما هو كان الله يرحمه عبد الوهاب المسيري في مصر، وكان وفي دكتور عبد الجواد ياسين، هي فكرة نخبوية مش موجودة سياسية. صحيح. عليها أن تنزل إلى الشارع، وعابد الجابري في المغرب، مجموعة كبيرة من جاسم سلطان في قطر، مجموعة كبيرة من المفكرين بدأوا يطرحوا مشروع إسلامي متصالح مع العالم، مع الفكره، مع التطور الغربي، مع التطور الحديث، مع الليبراليه، مع الاشتراكيه. عليه ان ينزل من نخبوياته الى جماهيريته، بحيث يستقطب جموع الاخوان المسلمين، يعملوا مراكز دراسات، يعملوا مراكز ابحاث، يعملوا جامعات اهليه، جامعات دعويه. الذي يشارك في السياسه لازم يفهم ان المؤامرات السياسيه مهمه، ان المصالح قبل الشريعه، ان الاجماع السياسي فوق الاجماع الفقهي. اللي عايز يشارك السياسه لازم يشارك من هذا المفهوم. هل من الممكن ان تتعارض المصلحه مع الشريعه؟ قالوا الوحيد النعم. عندما تتعارض المصلحة مع الشريعة، الإمام الطوفي قال نقدم المصلحة، هذه هي السياسة. فالشيخ أو الداعية أو اللي عايز يمارس السياسة من هذا المنطلق يأتي إلى الحلبة السياسية من منطلق مدني، من منطلق فردي، أنت بتمثل نفسك وتحاول أن تحقق قيم الإسلام العليا، الحرية والعدالة. فشلت يبقى أنت اللي فشلت، نجحت يبقى أنت اللي نجحت، مش الإسلام. الإسلام هو قيم في الأساس، قيم العدالة وقيم الحرية. أما بقى اللي مش قادر يخش في هذه المواءمة فيرجع إلى المؤسسات الأهلية، يرجع إلى الهيئات، مراكز الدراسات، ولازم يحصل وعي بالفكرة الإسلامية الوسطية السامحة. التدين بصمة، ومصر لها بصمتها في التدين، التسامح جاي من السهل، من الوديان، غير الأماكن الجبلية شوية التدين فيها قاسي بقسوة الجبال. طيب. المناطق البدوية الصحراوية لها تدين خاص بها. مصر بسهولها بوديانها بنيلها لها تدين بسيط متسامح مع المسيحيين، متسامح مع الشيعة، متسامح مع أي حد، ما عندناش مخاصمة مع أي لسنا طائفيين. أستاذ مصطفى، سألت قبل قليل أستاذ سامع عن مسألة أنه إذا كان هناك بالفعل وجود تيار يراجع، يعني مراجعة داخل جماعة الإخوان لما للأداء في الفترة السابقة، لكيفية التخطيط للمستقبل، هل برأيك هناك تيار من هذا النوع؟ نسمع الآن عن إخوان ضد العنف وإخوان مش عارف إيه، ولكن هل هذه التيارات إذا كانت موجودة يمكن أن تلعب دور في توجيه، يعني تشكيل توجهات الجماعة في الفترة القادمة؟ جماعة تاني؟ لا. كلمة جماعة الإخوان المسلمين انتهت. رافض أنت كل الموضوع يا فندم. مش أنا اللي رافض، ضد الدولة المدنية، ضد الديمقراطية، ضد بلدي، ده فيها خيانة عظمى. لما انضم لتشكيل دولي بيتدخل محليا ويخش أسراب منه تضرب السجون وتهرب رئيس الجمهورية وتهرب الناس ويطلعوا بيها، يعني هذا أمر مرفوض تماما. هل ستعود الجماعة؟ زي ما تقول لي القاعدة دولية، أنا أجيب القاعدة هنا في مصر. كويس. هل سيعود؟ ولكن الناس الإخوان نفسه. خلينا في الدقيقتين المتبقيين، هل ستعود الجماعة تنظيما محظورا في الساحة السياسية؟ لن تستطيع، لأن لو المحظور كان محظور من الدولة، من الضابط والعسكري يجي يستخبى عندي، وكانوا بيجوا يستخبوا عندنا، واخد بالك، كان الشعب بيحميه. في ظهر لكن الشعب. لما تبقى محظور من الشعب نفسه، هتروح تستخبى عند الضابط؟ هتروح تستخبى فين؟ من يستطيع ان يدخل المسجد مره اخرى ليدعو الناس الى جماعه الاخوان المسلمين؟ من يستطيع الى تنظيم الاخوان المسلمين؟ على فكره في العشر سنوات الاخاره الهرم بتاعه انقلب، يعني ايام جيلنا احنا، ايام كنت في الاخوان المسلمين كان هرم كده، كنت تلاقي في ثانوي مثلا في مثلا 300 واحد، وبعدين في جامعه 100، وبعدين في اكبر من كده 50، وبعدين 30، وبعدين 20 10. في العشر سنوات الأخيرة كان الهرم بقى كده، بقى عندهم 50 سنة 100، وبعدين يتقلص، لأن الجيل الجديد جيل متحرر وجيل متمرد، لا يقبل فكرة السمع والطاعة والبيعة واسمع كلام سامع ويمشيني ويحركني واتجوز ليه وافتح محل امتى وسافر واروح واجي بأمره، ويبقى تحت أمر شخص. فهم أصلا الفكرة على المجتمع الجديد بتاع الفيسبوك تقلصت. فما ذلك بقى أن في حظر شعبي ومجتمعي كبير جدا على فكرة الإخوان المسلمين، إنهم يكذبون دائما، وأنهم يخالفون الشريعة ويخالفون ويستعبدون الناس باسم الدين. فأصبحت الفكرة مهجورة اجتماعيا مش من الحكومة زي في السابق. شكرا جزيلا للأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، وشكرا للأستاذ مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ، شكرا على وجودكم معنا، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا، هذه نهاية حلقة اليوم من حوار الليلة، نلتقي على رأس الساعة.